خلينا نتكلم على، طب الزوجه تفضفض لمين؟ ما بدل ما تتصل بصديق او بصديقه مش عارفاهم، لا تكلم امها اللي هي هتبقى خايفه عليها ومربيها واللي ملهاش خير في امها. طيب لو انا جربت قبل كده ان انا حكيت لماما فلقيت ان مامتي بتشيل منه جدا والمشكله بتسوء، انا بقى بتصالح انا وهو وهي بتفضل فاكره، وكل ما تشوفه تقابله وحش فازعل من ماما ان هي قابلته وحش، افضل احكي لها برضو؟ ولو هقول لحضرتك علاقات بقى احسن حاجه ان انا احكي له هو. تحكي لمين؟ ليه هو ان هم يبقوا هم اتنين صحاب، مش تحكي لصاحبتها ولا لمامتها. واذا كانوا لما بيتكلموا بيتخانقوا، يعني في بعض الحالات الناس بتقول لي طب ما تتكلم، هيقول لي بتولع البيت حريقه فبشتري دماغي ما بتكلمش، وهي يقول لها طب ما تتكلمي معاه تقول لي ما هو بيسمعش. فهنا ما فيش تواصل. لما هحكي لحد هل المشكله اتحلت؟ دايما انا مرهونه بالنتائج، لما حكيت لحد المشكله زادت ولا قلت؟ هو ده السؤال. فلما بحكي لحد المشكله بتزيد، انا بجدد تاني المشاعر، فببقى خلاص وانس ان انا حكيت لماما. بقى لو هو داخل فين يا ماما دلوقتي وهعمل معاه ايه دلوقتي وهو داخل، حتى لو في مجال ان احنا نتصالح وبقالنا كام يوم متخانقين، لو انا بحكي وبجدد تاني مشاعر الزعل لماما ولصاحبتي والكذا، هفضل ايه مطوله في فتره الزعل، وهو لما هيجي هضايقه صح؟ لان لسه المشاعر. بس انت هنا بتكلمي على الزوج والزوجه لو في بينهم حوار، يعني خليني اتكلم برضو عن هو في اسرار ما بين الزوج والزوجه ولا ما فيش؟ يعني هل انا مثلا ممكن الزوج يحترم خصوصيه مراته وما يفتحش الموبايل ويقلب فيه، ولا ده من حقه انه يعمل ده والعكس؟ هو المفروض مش اسرار، في خصوصيه، يعني المفروض ان هي ما تفتحش موبايله وتدور وراه، لان قيمة الحرية عند الرجالة من وهم صغيرين، هو راجل ليه مساحته وليه حريته، مش صح ان هي تفضل متابعاه وتفضل محلقة. بس الاسرار كلها بتنكشف من خلال التليفونات دلوقتي، فمش صح ان هي تفتح تليفونه لان ده حاجة خاصة بتاعته. ونفس الموضوع هو كمان، لان احنا كل حاجة بتتعمل. بس الحما هنا لو يعني ابنها بيقول مثلا لو امه ده مسكت التليفون قلبت فيه زعلت مني، هتقول انت ايه اللي مزعلك؟ حقه الراجل من حقه انه يقلب في تليفون مراته. ادي ده دور الحما هنا، بتشوف ان لها رؤيه وجهه نظر مختلفه عننا كزوج وزوجه، لان هي بتبص من بره الصوره خالص. لكن انا الاتفاق اللي بيني وبينه ايه؟ عشان كده بقول لحضرتك الحل هنا ان التواصل يكون بيني وبين بين الزوج والزوجه، والاتفاق على الحاجات دي يكون بين الزوج والزوجه. لكن انا لما هقول للحما ما هو طبيعي، ما هو بديهي، هو زعلان ان هو عادي غيران عليكي، عادي حقه، ايا كان بقى الجمله اللي انا هاخدها جمله مش هتضيف، بالعكس هتلاقي هطلع من الموضوع اتخانق معاه. يعني مامتك بقول لها ان انت بتمسك تليفوني تقول لي حقه؟ كان ينفع تقول لي كده؟ المشكله هتزيد. المعامله بالمثل مطلوبه، يعني اعرف مثلا واحد ما بيحبش حماته، حماتها هي اللي هي والدته بتعملها معامله كويسه جدا، فالزوجه بتقول لك طب انا ليه هحب حماتي اذا كان هو كاره والدتي؟ فزي ما انت بتعامل امي انا هعامل امك. فاذا هنا علاقه تبادليه، يعني ممكن تكون حما واحده فيهم ممتازه، بس لما الاقي ان الطرف بيكره الطرف الاخر هتلاقيها بتعاملها معامله سيئه. عارف حضرتك لما قلت لك من شويه ان احنا بنعمل نظام المرايه وتصرفاتنا بتعكس بعض في الكويس، احنا بقى بن بن بنستثمر قوي في الوحش. يعني هو بيعامل مامتي كويس وحش، خلاص فانت مامتك مش احسن من مامتي، انا كمان هعامل مامتك وحش، تمام كده؟ طيب ما انت لو بديتي ال 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 يعني السايكل اهي، الدوره بتاعه الوحش بدات ومكمله بمساعده بعض، عمالين نضيف 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 نضيف. المفروض ان انا اكسر السايكل دي بان انا اعمل حاجه العكس، العكس اللي هو ايه؟ عكس الوحش ايه؟ ان انا اتعامل كويس واتعامل باخلاقي واتعامل باللي انا رافضاه. لو انا رافضه الغلط ما عالجوش بغلط. نعم. فلما بكسر السايكل دي وببدا ادخل فيها الكويس والمعامله الكويسه، فانا مشيت في دوره السايكل اهي المعامله الكويسه، فغصب عنه هو هيتحرج انه يعامل مامتي كويس وحش بعد شويه، ومامته هتبقى هي بتحل. فيحصل تغيير بالظبط.